الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. التجديد ليس معناه أن نتخلى عن الأصول، لن نتخلى عن الأصول. التجديد ليس معناه أن نتنازل عن الثوابت، لا تنازل عن الثوابت، وإنما التجديد أن نعود بالأمة إلى هذه الأصول والثوابت على لتفهم هذه الأصول والثوابت على مراد الله ورسوله، أن نرجع بالأمة إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها. وقد خلصنا السنة المطهرة المبرأة ونقيناها من كل بدعة ومن كل غبش ومن كل دغل. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.